السلام عليكم جعفر، حلقة جديدة من سوالف سميث ونواصل كلام على البلاي أوفز. وصلنا إلى الخطوة اللي قبل الأخيرة، نهائي القسمين، نهائي القسم الغربي ونهائي القسم الشرقي. 4 مباريات بس تفصل فرق عن صناعة التاريخ، تفصل مثلا ملواكي عن الوصول الثالث إلى النهائي، وصلوا مرتين يبغوا يوصل المرة الثالثة، آخر مرة وصلوا 1974، تفصل بورتلاند عن النهائي الرابع في تاريخهم بعد ما وصلوا 27 سنة ما شافوا هذا الشيء، بعد تفصل تورنتو عن إنجاز تاريخي غير مسبوق. تورنتو في 21 سنة في تاريخه كامل ما وصلوا ولا مرة إلى النهائي، 21 سنة أكثر ما استطاع إنه يعمله، وصل إلى نهائي القسم الشرقي وخسر، خسر من ليبرون وكليفلاند. بعد تاريخي إلى جولدن ستيت واريورز يحاول يوصل للمرة الخامسة على التوالي للفاينال. 4 مباريات إلى فرق تحاول تصنع التاريخ، 4 انتصارات يحتاج كل فريق عشان يصنع التاريخ ويوصل للفاينال. أوكي، نبدأ بنهائي القسم الشرقي. ملواكي باكس اللي انتصر 4-1 وريح من بدري بعد ما فاز على بوستن سيلتكس، دي راح يقابل تورنتو رابترز اللي انتصر في مباراة مثيرة في نهاية المباراة جيم 7 على آخر تسديدة أمام فيلادلفيا 76ers. نهائي قسم بين ملواكي مع تورنتو نتوقع شيء كبير، وبناء على كل النتائج مثلا في البلاي اوف وحتى في الريجولر سيزون الفريقين جايبين المركز الاول والثاني، هم تقريبا في هذا القسم هم اللي يستحقوا يوصلوا الى نهائي القسم الشرقي. ملواكي قدموا مباريات مميزه طوال الموسم، وقلتها طوال الموسم الاعتيادي الريجولر سيزون كانوا افضل فريق في البلاي اوف، كانوا فريق مميز جدا. صحيح شخصيا رشحت بوستن سلتكس عليهم لعده عوامل، بس طلع قراري خطا اني رشحت ضد ملواكي، اعترف هذا الشيء. تورنتو نفس الشيء، فريق قدم مباريات مميزة جدا، بعض المباريات تشوف يعني عندهم بعض الأغلاط، لكن فريق بإضافة كواي حقق الكثير والكثير. نهاية راح يكون مثير، راح يعتمد على جزئيات صغيرة، يعني فريق مثل ملواكي يملك عناصر مميزة على رأسها يانس، وتورنتو يملك عناصر بعد مميزة وعلى رأسها كواي. ملواكي باكس فريق قوي جدا، مميز جدا في الثلاثيات، مميز جدا بعد في الاختراقات عن طريق يانس، فيلعب على أكثر من جبهة داخل الملعب. يملك فريق أساسي ممتاز ويملك بنش مميز جدا، وشفناه يعني في أوقات البلاي أوفس كيف فريق الاحتياطي يعطيهم دفعة ويسجل نقاط. بعض اللاعبين اللي شفنا مستوياتهم ما كنا نتوقع يقدموا مثل هذه المستويات، مثل جورج هيل على أقل تعبير، قاموا في البلاي أوفس يقدموا مستويات مميزة جدا، وهذه تعطي دفعة كبيرة جدا. لاعب بخبرة يعطيني في البلاي أوفس بشكل مميز، تعطي خبرة تعطي دفعة كبيرة وخبرة إلى اللاعبين اللي موجودين في مع الفريق. تورنتو رابترز نفس الشيء، يعني قلنا سياكم راح يكون هو العامل الثاني في الفريق بعد كواي، لكن شفنا تذبذب في مستوى، هذه راح تفرق كثير جدا، لأن الفترة الأخيرة في السلسلة الأخيرة إن بعد ما قالوا إنه تعور شفنا تذبذب في مستوى، وما كان سياكم اللي شفناه في الفترة أو في السيريس الأولى. الآن راح أعطي ملواكي الأفضلية شوي، مو لأن هذا انتصر بسهولة في السلسلة الماضية وهذا انتصر بصعوبة، لا، في السلة كل شيء يعتمد على الماتشاب أو مين راح تقابل، ممكن تعاني في سلسلة قبل، لكن السلسلة الثانية تنتصر فيها بسهولة وبدرجة بدرجة صعوبة أقل، لأن مين تقابل أو الماتشاب أو الخصوم داخل الملعب مين يكونه. لكن ملواكي أنا أشوف بطريقة اللعب اللي عندهم وباللاعبين اللي موجودين الاحتياط العناصر اكثر اللي اشوفهم في ملواكي افضل تميز. في تورنتو رابترز الكل يعتمد على كواي، في المباراه الاخيره كيف شفنا انه في الشوط الثاني لاعبين تورنتو عطى كواي وخلنا نزيح عنه، عطى كواي وخلنا يعني في خوف شوي من اللحظه، في ارتباك من لحظات هذه البلاي اوف. تورنتو زي اللي ما متعودين على هذا الشيء. كايل لوري ابدع في المباراه الاخيره، قدم مباراه ممتازه، لكن طوال البلاي اوف احنا ننتقل مستواه والتذبذب الكبير في المستوى مو بس في هذه السنه في البلاي اوف، سنوات البلاي اوف الماضيه وانه ما تقدر تعتمد عليه، فصعب صعبة جدا اني اقول والله كايل لاوري راح يقدم سلسلة مميزة وراح يعطي الإج وراح يعطي التفوق الى تورنتو على ملواكي، صعبة اشوف هذا الشيء. سياكم ما ادري مستوى اصابته كيف راح يكون او كيف تأثيرها عليه، لان شفنا من قال انه اصيب نزل مستوى، كواي ضامن انه راح يقدم الامور المميزة اللي قاعد يقدمها طوال البلاي اوف، طوال الموسم كواي قاعد يقدم شيء خرافي اللي قدمه. البيج مان اللي عند التورنتو رابترز جازول مع ايباكا سيرجي ايباكا كان يقدم مستويات مميزة جدا، لكن في السلة الحديثة الان زي ما نشوف محدودة وتشوفهم ياخذ ثلاثيات اكثر. هنا بعد بروك لوبز في ملواكي شوفه كيف في الثلاثيات مميز وكيف يفتح الملعب، بس عناصريا وكمجموعه عناصر كالاحتياط كالعناصر المكمله الى النجم الفريق، العناصر المكمله الى يانس او العناصر المكمله الى كواي، اشوف ان ملواكي عندهم ايدج، عندهم شيء اكثر
اكثر من تورنتو واتوقع انه راح يفوزوا. سلسله راح تكون ممتعه، سلسله راح تكون ممتازه جدا، لان تورنتو حتى لو ما كان عندنا ثقه في السنوات الماضيه لان ما كان عندهم لاعب مثل كواي، لكن الان عندهم لاعب مثل كواي، فلازم وبعد اللي شفناه يعني اكيد عندك ثقه وايش ممكن يسوي كواي او وايش ممكن يسوي كواي مع تورنتو في النهايه. لكن اشوف ان الافضليه راح تكون الى ميلواكي. طبعا هم بعد لهم افضليه الارض لو وصلت الى مباراه سابعه، لكن هل توصل لمباراه سابعه؟ ما ادري ليش ما انا متفائل ان توصل لمباراه سابعه، طبعا نتمنى هذا الشيء، لكن اتوقع ميلواكي راح ينتصر. نهايه القسم الثاني، جولدن ستيت واريرز مع بورتلاند تريل بليزرز. اوكي، بورتلاند ما كنت متوقع انها تأهل، وخصوصا لما وصلت الى مباراه سابعه وفي ارض دنفر. دنفر اشوف فريق قوي جدا، لكن في المباراه السابعه يعني ما عملوا اي شيء، يعني خصوصا بعد اول ربع ونص تقريبا كانوا مميزين، حتى قلت اوه توقع راح يكون صحيح. لكن بورتلاند جو من حيث لا يعلمون، سي جي مكانهم كان شيء خرافي. دينفر او الفريق اللي يخسر مبارتين على ارضه في سلسله في بلاي اوفز اكيد ما يستحق التاهل، الفريق الثاني هو اللي يستحق وهو اللي لعب افضل. الفريق اللي يفوز في مبارتين خارج ملعبه ومباراه جيم 7 مباراه حاسمه في ملعب الخصم، وكنا نعرف ملعب دينفر ويقول لك الاتيتيود والارتفاع وكيف الاجواء في ملعب دينفر كيف يعني شيء مش تاخذه في كل ضد كل الفرق. فبورتلاند تريل بليزر قدموا شيء كبير جدا. دائما نقول ان في نجم للفريق، في معظم الفرق في نجم لهذا الفريق، فلما ما يكون في يومه ويجي النجم الثاني انت اعرف ان فريقك مميز. في جولدن ستيت لما حسموا السلسله كلي تومسون ظهر في الشوط الاول وبعدها اخذ ستيف كاري القياده. في المباراه الاخيره في جيم 7 لبورتلاند ديمين ليلارد ما كان بالتميز اللي نعرفه، ما كان بالمستوى، تسديداته ما كانت بالمستوى، يعني ارقامه ما كانت مستوى، لعبه ما كان مستوى، كان مختفي كثير من اوقات المباراه. سجل مكانه عندي حتى اوقات الحسم ديم ليلارد يعطي الكره لسي جي مكانهم، ثقه بين اللاعبين ثقه كبيره جدا، فوداهم الى بر الامان بشكل مميز جدا. سي جي مكانهم كيف رجعوا في المباراه من فارق يمكن 14-16 نقطه لين كيف فازوا. فبورتلاند قدم مباريات كبيره جدا. الان السلسله مع جولدن ستيت وارز كيف راح تكون؟ سلسله يعني انت قاعد تشوف ان اثنين في كل فريق في اثنين من افضل لاعبين الباك كورت والمسددين، ستيف كاري مع كلي تومسون في جهه ومع ديم ليلارد وسي جي مكانهم في جهه. ديم ليلارد شفنا الثلاثيات مميز في ايات الميد رينج، هو افضل لاعب مسجل في ميد رينج في الدوري، وشفناه كيف يتميز بهذا الشيء، يتميز باختراقات، عنده ثلاثيات جيده، فباك كورت مميز جدا. ما يحتاج اشرح عن ستيف كاري وكلي تومسون شيء، يعني كلنا نعرف ايش كلي تومسون وايش ستيف كاري وايش ممكن يسوي. اوكي، اصابه كيفن دورانت، اكيد اصابه كيفن دورانت راح تاثر. ما زلت اشوف ان الواريرز اقوى، الواريرز بكيفن دورانت اقوى، بس الواريرز بعد بدون كيفن دورانت فريق قوي جدا. اوكي، مع بورتلاند الان الامور صار متساويه اكثر، لان هنا في اصابات، هنا بعد ترى عندهم اصابات، يوسف نوركيش متعور بس لعبوا يعني طوال البلاي اوفس بدونه، فعندهم يعني زي ما تقول متعودين، بس ما تقل ان هذه الاصابه تاثر عليهم لو هو معاهم راح تفرق معاهم كثير. بعد اصابه دورانت اكيد تفرق، وكلنا نعرف الان عرفنا انه ما راح يلعب المباراه الاولى، واتوقع بعد بشكل كبير جدا ما راح يلعب المباراه الثانيه. بس جولدن ستيت مفروض يكونوا افضل، راح يوجدوا الحلول، تعودنا على جولدن ستيت واريرز مهما جتهم ظروف. ستيف كير مدرب مميز جدا، لاعبين اذكياء عندهم، يتغلبوا على الظروف، يعني من يصير لهم ظروف يتغلبوا عليها، هذا ذكاء كبير جدا من المدرب من الطاقه من الفريق كله. الفارق اللي يعمله كيفن دورانت لما تستصعب كل الامور، اللاعبين المسددين عندي ما هم عارفين يسجلوا من برا، او اللاعب ما احنا قادرين نلعب على داخل، عطنا الكوره فضيل الملعب، كلنا شفنا هذا الشيء في السلسله الاولى مثلا وحتى في بدايه السلسله الثانيه، فضل الملعب لي بجهه وعطنا الكوره، مين كان يدافع علي راح اقدر اسوي لك شيء، اما راح اعمل باص مميز اذا جاء علي دبل تيم، او راح انط وشوت من اي مكان داخل الملعب، او انه راح اعمل اختراق. يعني كيفن دورانت لانه عنده حلول كثيره جدا. ممكن البعض يشوف انه كيف يتحرك الواريرز بيكون بدون كيفن دورانت، اذا كان فريق ستيف، اذا كان ستيف كيري يلعب بدون كيفن دورانت صحيح يكون ممكن حتى اكثر متعه وهذا، بس اذا ما كانت ماشيه التسديدات نعرف الحلول وين تروح. هم كفريق اقوياء جدا، لكن كيفن دورانت يعطي حلول ما توجد، يصير ما هي عند اي فريق. لما تستصعب كل شيء تعطي كيفن دورانت توخر. هذا السلسله راح تعتمد اكيد على امور كثيره جدا، وفي لاعبين ثانيين راح يأثر مثل هنا جودالم أو جرين، أو ممكن الفريق الثاني إينس كانتر أو أمينو أو غيره من اللاعبين راح يأثروا، لكن خصوصا في أول المباريات المنافسة راح تكون، أو المباراة راح تحسم بطريقة بين أما ستيف كيري وكلي تومسون ضد سي جي مكانه وديميان ليلارد. شفنا ديميان ليلارد يعني في السلسلة الماضية ما كان مستواه مميز، اللي شفناه في السلسلة الأولى ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر. كلي تومسون مستواه نشوفه متذبذب، في الشوط الأول المباراة الماضية مثلا شفنا كيف أبدع، الشوط الثاني كيف ستيف كيري طوال البلاي أوفس أساسا يعاني، وهو أسوأ ممكن نسبة تسجيل إله في البلاي أوفس. لكن كيف راح يكونوا؟
اثنينهم ضد بعض. يعني اذا كنا بنحسب اذا اثنين اللي هنا متميزين واثنين اللي هنا متميزين في افضل ايامهم، كلي تومسون وستيف كاري في افضل ايامهم، وديمين ليلر سي جي مكانهم في افضل ايامهم، راح ناخذ شيء مميز وخرافي. لكن لو براهن وبحط فلوسي في مكان، اكيد راح احطه في الاثنين اللي جابوا بطولات، الاثنين اللي شفنا تميزهم من قبل، الاثنين اللي شفناهم في الاوقات الصعبه في النهائيات وفي غيرها. مش ان سي جي مكانهم وديمين ليلر مش لاعبين او مش مستويات مميزه، لا مميزين جدا مع بعض اذا كان مستوياتهم اثنينهم كالتوب او اعلى ليفل. لكن اذا براهن اكيد راح اقول ان كلي تومسون وبراهن على كلي تومسون وبراهن على ستيف كيري، انا شفتهم من قبل في الاوقات الصعبه شفتهم من النهائيات وغيرها. النهايه انا بالنسبه لي هذول الاثنين هم ممكن امن افضل مسدد، افضل ثنائي مسدد في تاريخ اللعبه كلها. اذا استصعبت لهم خصوصا في بدايه السلسله بدون كيدي، راح تحسن بين هاللاعبين. وكتوقع مين راح يتاهل؟ اكيد ما راح اراهن ضد الواريرز، من البدايه انا عندي الواريرز انه هو اللي راح يجيب البطوله، فما راح اراهن ضد الواريرز. بس اشوف انه اذا بورتلاند يبي ياخذ اي فرصه، وقلتها في تقريبا في معظم السلسلات، اذا اي فريق يبي ياخذ اي فرصه وبيلعب اول مبارتين خارج ملعبه لازم يرجع بمباراه صعبه جدا جدا، خصوصا ضد فريق مثل الواريرز، انك تخسر اول مبارتين بعدين تيجي تبي تفوز بالسلسله. ادري انك راح تلعب اول مبارتين على ارضهم، وهذا المقصد، انك راح تلعب اول مبارتين على ارضهم يا بورتن، لازم تحاول تفوز بواحده من المباريات. وبالنسبه لي المباراه الاولى تكون اسهل من المباراه الثانيه، انت تباغتهم في اول مباراه وانت عارف ان عندهم نقص وانت عارف بعض المشاكل اللي عندهم، تباغتهم في اول مباراه وتقدر تجيبها يا بورتن. ما اتوقع ان هذا راح يصير، بس هذا المفروض الابروتش او هذا التوجه اللي راح يكون. اكيد كل فريق يدخل عشان يفوز، لكن اذا بورتن ما ياخذ مباراه من ثنتين راح تكون صعبه جدا جدا عليه يعني في تكملة السلسلة. يعني أنا أدري إنه متوقع إنه الواريرز هو اللي راح ينتصر، بس عشان نشوف سلسلة أجمل وأطول بورتلاند يحتاج يفوز واحدة من أول مبارتين. وبس هذه حلقة سوالف سميث اليوم على السريع، على تقديم شوي يعني زي ما نقول على المباريات البلاي أوفس اللي راح تلعب اليوم أتوقع وبكرة، كل يوم راح يكون عندنا مباراة، مباراة لهذا القسم يوم، مباراة اللي بعده للقسم الثاني. أنتوا إيش توقعاتكم؟ إيش توقعاتكم لنهائي القسم الشرقي ملواكي مع تورنتو؟ إيش توقعاتكم لنهائي القسم الغربي بورتلاند تريل بليزرز مع جولدن سيت واريورز؟ أعطونا توقعاتكم ومين انتصر في السلسلة تحت في التعليقات. كالعادة اللي وصل إلى نهاية الفيديو يعطيك ألف عافية، وإذا ما كنت مشترك اشترك، عجبك الفيديو لايك، ما عجب ديسلايك، تعليق بعد إذا ما عجبك ليش. عموما رمضان كريم، يعطيك العافية، سلام.